كواليس في اكتر موقف مش تقدر تنساه؟ السلم. لا مش السلم، هو يوم التصوير بتاع الفيلا اللي هو اليوم اللي تعب فيه نصر. انا كنت رايح الاوردر كان الساعه 7 الصبح وانا معيش عربيه طبعا، فراكب ميكروباص كده وقاعد الكرسي اللي ورا السواق فعدائري وخلاص رايح الاوردر، فراحت العربيه عملت حادثه فالحديد اللي كان قدام ده خد البربريز بتاع العربيه ورجع على الاثنين يا عيني اللي كانوا قاعدين قدام والسواق، ووصل لحد عارف انا خلاص يا نصر يا شفت الموت بجد. واللحظه قعدت اقول طب وانا ايه اللي ممرمطني ومجريني كده؟ طيب دلوقتي بقى خلاص بقى دنيتي كلها بتتلخبط في دماغي. والمكالمات اللي عماله تحصل انت فين؟ طب يا جماعه مش عايز اقول لحد انا فيا ايه عشان ما بحبش ان حد يقول ده بيتلكك لحاجه او حجه. انا لو انا متاخر هتاخر لسبب واقوله بعدين. فخرجت من العربيه وكان نفسي طبعا ان انا اشوف الناس اللي قدام دي مصيرها ايه، لان انا ما لحقتش ان انا اشوف. فشايل هدومي وبجري في وسط العربيات وانزل من على الطريق الدائري واطلع عشان اركب عربيه تانية، وكل دماغي في الاثنين اللي كانوا قاعدين قدامي مش تصوير دلوقتي، لان انا كنت ممكن ابقى مكانهم. كان حالتي هتبقى عامله ازاي؟ كان اهلي هيبقوا عاملين ازاي؟ التصوير كان هيبقى فاكر ان انا ضربت اوردر ولا عندي ظرف ولا ايه؟ الحمد لله. الى ان وصلت للمكان بتاع التصوير وفوجئت بعد كده ان نصر تعبان. فايه يا زكريا؟ قلت لهم يا جماعه حصل 1 2 3 4. بس فضلت فعلا مشدود طبعا، لان كنت فعلا في نفس الموقف. ربنا طبعا يرحم اذا كان جرى لهم حاجه او يشفيهم اذا كان تعرضوا للمرض. فانا شفت الموت بعينيا، وده كان اليوم اللي صورنا فيه كل المشاهد بتاعه الفيلا بتاعتي. الفيلا حظك بقى. الحمد لله ربنا يخليك لينا والولاده اللي بناتك يا رب. الحمد لله استرها عليك دايما يا رب جميعا. واشتري عربيه بقى عشان اعرف يعني اعرض نفسي لل ان شاء الله. او ميكروباص لازم نفك القعده كده عشان يعني كنت اليوم اللي انا كنت عامل فيه ده وكنا عندنا ديكور الفيلا، فكنت قاعد في الاوضه فوق بصراحه. فيعني اصحابنا بقى من الانتاج جابوا لك حبايبنا جابوا لي فطار يعني عشان افطر بقى جاي تعبان وبتاع ومش فاكر حاجه، فجابوا لي عيش فينو ولانشون وجبنه يعني جابوا لي حاجات. فالشخص اللي شرب الدواء دخل يطمن عليا فين نصر فين نصر وبتاع، قال له ده نصر هو دخل ما قال يا ريت وقال كده ده دخل لقى العيش الفينو واللانشون قدامي بفطر وبتاع ما قاليش حتى إيه انت عامل ايه ولا بتاع. دخل قال ايه ده؟ امال؟ قالوا انت ممكن ما تجيش النهارده. فانا يعني ما اعرفش، وخد السندوتشين وراح خارج. قال لي طب انا اروح اغير بقى، وخد السندوتشات ومشي وما سالنيش انت عامل ايه او عملت ايه بجد. كان يوم انا عايز اقول لك ان انا كنت جاي في السكه يعني ايه فيش فيها تعالى انا جاي قعدت اقول يعني انا فضلت مستغرب وستوب كادر كده مش مصدق ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل خالص. انا عايز اقول لك ان انا كنت جاي في الطريق ومكلم نصر وبطمن عليه، وجاي بقى في الطريق طلعت الاوضه لقيت نصر قاعد عامل كده. فبقول له ايه يا نصر؟ قال لي تصدق عمل واحد صاحبنا ده عمل قبلك في الطريق كان ماسك سندوتشات خد الاكل ومشي. قال لك ده داخل مش داخل يطمن، ده داخل سماجه. ما في ناس كده يعني انا بشوف على قلبه طبعا من بشوف على هزار برضو يا جماعه. انا اقول لك موقف حصل برضو معايا مع سمير ومحمد ووالدتهم. كانوا جايين معايا وكان التصوير الساعه 10 بالليل، وبعدين في بقى الكلب اللي هم كانوا جايبينه كلب بوليسي شرس مش طبيعي. فسمير ومحمد بقى قاعدين جايب لهم بقى الانتاج جايب لهم عصير، ولمو سمير ومحمد جايب لهم عصير وبتاع مروقين عليهم وقاعدين بقى عمالين يشربوا العصير. فجاه لقوا حاجه بتعمل العيال اتفزعوا طاروا راحوا راكبين العربيه وحلفوا روحوا هم لا ما روحوش ساعتها او قعدوا في العربيه قعدوا في العربيه جوه. جه استاذ رائد جري ايه ما تخافوش مش هنصور يا حبيبي ولا ابدا ماشي. راحوا رابطين الكلب ومأمنين عليه وحطوا له بقى البتاع اللي هي اللي بيلبسها في بقه ده عشان ما يعضش وبتاع، وراحوا نازلين يمكن طبعا في العصير ولا طبعا بيصوروا هم يعني ايه مرعوبين. تعرف الكلب ده كان هيبقى مفيد فين؟ لو كان الشخص اللي خد منك السندوتشات خارج باللانشون والكلب موجود بره مش خد لك حق. كلب يحب اللانشون يحب اللانشون ويحب اللي كل اللانشون يحب اللي اكله يحب اللي اكل اللانشون.